بقى قطر دلوقتي. زومبا وصلت. اهلا يا باشمهندس يوسف. اهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا زومبا. ازيك يا قلب زومبا. ازيك يا قلب زومبا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ كيفي كده؟ كيفي كده؟ ايه ده يا باشمهندس يونس؟ واضح ان انت مش مسيطر خالص. ممكن تخليك في نفسك وانت ما تتكلميش انت كمان. انت مش جاهز ولا ايه يا باشمهندس؟ لا انا جاهز، يلا بينا. وانا كمان جاهز. يلا بينا. طب هي ايه المسابقه النهارده؟ لا بعدين هتعرفوا في وقت كل حاجه هتعرفوها. لا والله. يلا يا لذيذ، يلا يا زومبا. حاضر. اوكي. وفي ايه؟ اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في مشاهدين ايه؟ اخلص يلا ما تقفرش، مفيش غيرنا اصلا. اهلا بيكم في حلقه من حلقات المسابقه. من ضمن استخدامات الروبوتس انه بيكون محرك بحث عليه الداتا اللي تخلي اي واحد عنده سؤال يلاقي الاجابه. عشان كده المسابقه النهارده هتكون في المعلومات العامه. حلو قوي ان هي في المعلومات العامه. جاهزين؟ لا 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 جاهزين. يلا يا لذيذ هنجاوب كله صح. ما تصدعناش بقى. ما تصدعناش بقى. ايه ده يا لذيذ، انت من امتى بتتكلم كده؟ جاهز يا متونه؟ جاهز. الاسئله هتكون في المعلومات العامه ومعلومات تاريخيه ورياضيه وحسابيه، ومش بس الاجابه هتكون صح وغلط، لا كمان اللي هيجاوب اسرع. تمام. نبدا بالمعلومات العامه لفريق متين. السؤال الاول، ركز يا متين عشان ده سؤال مش سهل وثعباني. ها، ما هي عاصمه مصر؟ ده سؤال صعب جدا. استنى يا متين، ما تجاوبش لحد ما ادور، خليني اتاكد الاول. بص، هو مكتوب القاهره، قولها وخلاص بقى وعلى الله، بس انا مش متاكد بصراحه. القاهرة. إجابة صحيحة. برافو عليك يا متين، روبوت عبقري، عارفها ازاي دي؟ برافو، واحد لفريق متين. السؤال لفريق لذيذ وزومبا. نبدأ بزومبا، ليديس روبوتس. ما هي العملة الرسمية لدولة الكونغو الديمقراطية؟ المانجا الفاص. المانجا الفاص. إجابة غلط طبعا. مانجة إيه يا زومبا بس؟ جاوب أنت يا لذيذ. السؤال كان ما هي العملة الرسمية لدولة الكونغو الديمقراطية، وزومبا جاوبت وقالت المانجا الفاص. غلط. المانجا العويس. غلط. المانجا العويس. إجابة غلط، 1-0 فريق متين. لا معلش بقى، ده كان سؤال زومبا كده، لذيذ لسه ما تسألش. ما هو جاوب دلوقتي وجاوب غلط. عادي عادي، اسأله تاني مفيش مشكلة، أنا مسامح. والله أنت متسامح يا باشمهندس سامح. ماشي. السؤال للذيذ، مطرب مصري ملقب بالعندليب الاصلي. عبد الحليم علي. اجابه غلط. يا ريتك ما صممت تتسال. ما تركز يا لذيذ في ايه. السؤال الثاني لفريق متين. في فيلم الناظر جمله على لسان الفنان علاء ولي الدين بتقول كله ضرب ضرب مفيش شتيمه، من قائل هذه العباره؟ ايه ده ايه ده، ده كده قال له الإجابة في السؤال أساسا مع ذكر اسم الفيلم. كده بقى صعب يعني؟ علاء ولي الدين. علاء ولي الدين. واسم الفيلم؟ الناظر. إجابة صحيحة. برافو عليك يا متين، برافو عليك، روبوت عبقري، روبوت عبقري. أعمل إيه؟ السؤال لفريق لذيذ وزومبا. السؤال لزومبا، أين تعيش قبائل الأشانتي؟ في كايرو فيستيفال سيتي. إجابة غلط. ياه. السؤال للذيذ، من قائل هذه العبارة، أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة؟ جاوب يا لذيذ. لذيذ بيفكر. مش بفكر ولا حاجة، أنا كنت باكل عادي. الحاج ناصر البرنس. الحاج ناصر البرنس. إيه ده؟ إجابة غلط. تايم أوت، أنا عايز تايم أوت.